Hello. Let's go. Okay. Where had the اوكي خندي اوكي راح نشتغل على هاي الرسمة نفسها. سؤال كنت بقول 10 قرشة بس انشغلت شوي. من ليه دخلني تحس ازاي؟ الأقل ما وصل مسار كل أشكال. كيس جاي اللون بحبه جاي أحب اللون كل مكان إن أنظر لون الشعر أنا لون أول شي كله قهوائي وبعدين نحط عليه إيفكت حتى يصير لون شوي مدرج عندي شوية مشكلة بالرأس بس تمام على أساس أصلا أصبر في براس كبير بس أنا مشكلتي ويا الرأس مشكلتي ويا الشعر أحس أنا فوق شوية راح ينزل إن شاء الله أروح أنزل شورت على اليوتيوب صح بالنسبة للرسم بس مش توقع قبل هذا المدة أكملها يعني بعدني بالسكتشنج مالتي
بس أخلص من السكتشين والتحبير بالتلوين ما أحسن، يمكن شوية يعني يسوي سكتش بالبرد، لأن التحبير إيش يسمونه مرحلة مملة. أنا ما ظبطت أرجع أكثر مرة، ودي أسوي شوية ضغط، فضل أسوي برا البيت. بس مرحلة التلوين ممتعة وهاي، أسويها بالبيت وهاي. سكتشينج شوية ممتع، بس يعمل يعني الأفكار بالذبذب والرسم وهذا.